الثقة تولدت بين الشعب المصري وبين الحكومة والقيادة ومعايا شخصيا. وانا عايز اقول لك برضو في البرنامج اتكلمنا فيها، اللي بيتعمل دلوقتي بقاله 8 شهور او سنة هو محاولة للعبث في الحتة دي، في المساحة دي، مساحة الثقة. مساحة ايه؟ الثقة. الثقة نعم. اللي موجودة من الكذب والافتراء والادعاءات وحاجات اخرى كتير. انا عايز اقول لك ده بيتعمل دلوقتي ليه؟ لان هو طب فين الكتلة الصلبة اللي موجودة في الدولة المصرية؟ هي الحكومة والقيادة. طب نعمل ايه بقى؟ ما هو الارهاب ما ينفعش يا فيصل. الارهاب في مصر فشل والحمد لله رب العالمين خلصنا منه، اصبح دفعنا ثمن كبير، دم ابنائنا وشعبنا يعني، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى عدى. طب هم هيسيبونا كده؟ لا. فالنهارده بيتم العبث في المساحه اللي بين القياده وبين الناس عشان يعملوا فيها خلخله. ارجع العاصمه بقى عشان اختم لك الكلام. العاصمه الاداريه الجديده، نعود، هل تحمل بالحديث عن الامل ومستقبل افضل لمصر، هل تحمل فخامه الرئيس يعني انتقال فقط لمباني جديده، ام هناك فلسفه تناقشونها مع الحكومه؟ ما الفلسفه ومحور هذه الفلسفه؟ لا، هو انا قلت في وسط الكلام قلت تحدي التواجد المكثف في شريحه ارض 5% من مصر. مصر مليون كيلومتر مربع، 5% يعني 50,000 كيلو. بقالهم كده قد ايه؟ بقالنا كده 100 العمر كله. خلاص زقت علينا، وحتى بيئيا بقت مؤذيه. اللي حصل ان احنا قلنا ايه؟ مش العاصمه، احنا بنتكلم في 24 مدينه ذكيه. كم؟ 24 مدينه ذكيه. طبعا ليه؟ لان النتائج اللي حصلت بالتواجد بتاعنا بالشكل التقليدي اللي بنتكلم عليه ده، بقى فيه اكتر من 40-50% من الكتله السكانيه في مصر عشوائيات. خلاص بقى ما فيش تنميه عمرانيه خالص، بقى ناس عايزه تعيش وبس. فكان لابد ان احنا نخرج بره الشريحه ديت ونصل ل 10-12% من مساحه مصر. اذا انت بتتكلم بقالك عشرات ويمكن اكتر من 200 سنه عايش على 4-5%، وعايز في خلال 10 سنين تبقى على 10-12%. ايوه، والعاصمة جزء منها. طب الفلوس جاية منين يا فيصل؟ الفلوس جاية ايه؟ منين؟ طيب الموازنة الحكومة لا تتحمل بناء المدن دي، لكن الفكرة دايما اللي انا بقولها للدول اللي هي عايزة تحل مسائل وظروفها الاقتصادية لا تستطيع ان تحقق ذلك. انا النهاردة كان متر مساحة العاصمة 700 مليون متر مربع. كم؟ 700 مليون متر مربع. لو انت حسبت المتر ب 100 جنيه يبقى 70 مليار، ولو حسبته ب 1000 يبقى 700 مليار، ولو حسبته ب 10 يبقى 7 تريليون. والمتر؟ ما انا هفهمك ازاي تحوله من متر ب 100 جنيه لمتر ب 10,000 جنيه. تحدي كبير. ما انت عندك نمو سكاني وفي طلب. انت عندك كل سنه بيتجوز 700-800 ألف شاب وشابه. يعني انت بتتكلم في عدد من الوحدات السكنيه بعيد عن الريف. الريف 50% تقريبا من الطلب ده. نعم. موجود هناك، لكن على الاقل انت عايز 400-500 ألف شقه سنويا. طب انا النهارده اعمله في القاهره الزحمه، اعمله في اسكندريه الزحمه، اعمله في اي محافظه من محافظات الساعه، ولا اطلع بره؟ فطلعنا بره. فلما طلعنا بره احنا من خلال الارض دي اللي عاد تسعيرها بالفكره يا فيصل بان هي بقت العاصمه، فبقى المطور العقاري عايز يخش. انا اشتغلت مطور استراتيجي في ال 24 مدينه. اشتغلت ايه؟ مطور استراتيجي. الدوله اشتغلت كده. من فلوس منين؟ من الارض دي. لكن فخامه الرئيس، يعني هناك حديث عن اهميه وضروره اتخاذ مثل هذه الخطوه. البعض يرى ان في ظل هذا التحدي الاقتصادي لا يمكن الحديث عن بنيان، لابد الحديث عن الانسان. يعني كيف يمكن الرد على مثل هذه؟ انا رديت عليك وقلت التحدي بتاع جوده التعليم والتحدي بتاع جوده الصحه، الاثنين دول مع بعض مع عمل فرص عمل يعملوا اللي انت بتتكلم عليه. الانسان اللي انت بتتكلم عليه ده برنامج طويل قوي. انا لما اجي اعمل مسار تعليمي جديد او مسار تعليمي متطور اشوف نتائجه بعد كام سنه؟ بعد سنين، عقود. 14 سنة. كم؟
14 سنة أطلقه النهاردة أشوف نتائجه كأول خريج بالتعليم المجود ده بعد 14 سنة. دي خطة طويلة الإيه؟ طويلة الأمل. نرجع للعاصمة. أنا النهاردة كان عندي مشكلة في الإصلاح في الجهاز الإداري. في الإيه؟ الجهاز الإداري. الجهاز الإداري مترهل، متراجع، اتوظف 1.5 مليون أثناء الثورة كده بقى زيادة، وكان بتلته يشتغل الجهاز الإداري. طيب هعمل إيه؟ طب وأنا في العاصمة الجديدة دي عملت ميكنة كاملة، الحكومة الذكية على أعلى مستوى، ثم كل المطالب المطلوبة لحكومة جديدة، مش حكومة جديدة كأشخاص، كفكرة، كفكر جديد يبقى موجود في العاصمة. طب إن شاء الله إمتى الكلام ده؟ إن شاء الله السنة دي نكون بدأتم. لا إحنا بدأنا السنة اللي فاتت ون نيجي للبيئة بقى. من الطاقة، طاقة الحكومة إلى الطاقة، يعني كان لكم مبادرات رائدة، كوب 27، يعني لم يكن أحد يتوقع هذا النجاح الذي حققت مصر في هذا الملف في ظل تحديات اقتصادية، التوجه إلى الهيدروجين الأخضر، يعني مبادرات رائدة في هذا المجال. كيف يمكن أن تلخص لنا فخامة الرئيس هذا الأمر؟ أنت فيصل عشان أتكلم على الحكاية عايز 3-4 ساعات بصراحة، لكن خلينا نتكلم على تبقى لا 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 فخامة الرئيس، نتكلم على بدأ موضوع البيئة والكلام ده. عايز أقول لك بصراحة مش حتى إحنا حضرنا مؤتمر المناخ في باريس في 2015، مش من وقتها يا فيصل. أنت لو هتجد إن إحنا مصر شغالة بتطهر بحيرات مصر وشرفت على الانتهاء منهم بحيرة المنزلة واحدة 250 ألف فدان تم، بقت زي البحر المتوسط، بقت إيه؟ زي البحر المتوسط، وهي كانت ملوثة وعلى بقالها 100 سنة من السبع. نرجع تاني بقى للبيئة، فاحنا اهتمامنا بالبيئة ما كانش فقط في إطار اللي احنا كنا بنعتبرها أمر ضروري وحتمي إن احنا نتحرك فيه. لما اتعملت شبكة الطرق القومية في مصر كان الهدف منها، اسمع ده الرقم ده، نوفر 8 مليار دولار سنويا حجم الوقود اللي بيستهلك في الإشارات والوقفة في مصر كلها. أمال إيه؟ فأنت تيجي تقول، لو جيت قلت لوزير النقل نعمل لك الشبكة ديت بس، يقول لك طب ال 8 مليار دول مين يدفعهم؟ لو قلت لوزير البترول يقول لك مين يدفعهم؟ لو قلت لأي حد تاني؟ فكلنا كان كفكرة بقى إن الدولة تعمل ده عشان تحل المسألة دي، وال 8 مليار دولار اللي بيستهلكوا سواء كان طاقة أو وقت يضايع على الناس في الانتظار في كده، أو التلوث اللي احنا كنا بنعاني منه واللي الناس كتير النهاردة مش حاسة بيه. فاحنا بدأنا كرسميا مع مؤتمر باريس، ثم في جلاسكو في انجلترا السنة اللي فاتت كملنا، عشان احنا هنستلم المؤتمر اللي انت شفته فعالياته، وكنا حريصين على ان هو بقى قمة التنفيذ. يعني ايه قمة التنفيذ؟ مؤتمر التنفيذ بقى، لان احنا كلمنا كتير جدا في التعويض والدول اللي مضرة بالتلوث ده، خاصة الدول النامية والفقيرة، وكان مطلوب مننا ان احنا نجهز المؤتمر كويس. انا بختصر الكلام، نجهز المؤتمر كويس عشان نخرج بقرار عملي حقيقي يلزم الدول الصناعية الكبرى بان هي تدخل في صندوق التعويضات او تحمل جزء من الخسائر الناجم عن للدول اللي هي هتعمل برامج للإصلاح البيئي. طب السؤال اللي انت كنت يعني مستنيك تسأله لي، طب ماذا عن الإمارات السنة دي؟ نحن في تنسيق، الإمارات كانت موجودة معانا من قبل ما نعمل المؤتمر، بتشوف احنا بنعمل ايه، عشان هم دايما دايما بيسبقونا. لكن حققت نجاح كبير، والإمارات ستبني على هذا النجاح. فخامة الرئيس أشكرك على سعة صدرك ورحابة صدرك. في الختام كلمة تود أن تختم به هذا اللقاء وتوجهها للحضور ومن يتابعنا الآن. الكلمة اللي ممكن أقولها للحضور كلهم، أقول لهم أن الدول حاجة والحفاظ عليها حاجة، واللي ممكن يبقى بين الناس وحتى في الإعلام وحتى المثقفين والمفكرين وحتى السياسيين اللي ماسك الدولة بإيده
مهما كانت الدولة ماسك ايه؟ ماسك البيد ماسك ايه؟ والله ماسك النار بايده. والله اي مسؤول بيقود دولة غنية متطورة فقيرة اي حاجة ماسك ايه؟ النار. النار. ده الكلمة اللي بقولها. واخر حاجة هو خلوا حافظوا على فضل الله على بلادنا، وشوفوا الاثار، وشوفوا الاحداث اللي مرت. انا ما بحبش اقول اسماء الدول عشان ما لا اؤلم حد، يعني الدول اللي دخلت في الصراعات في الحاله اللي احنا دخلنا فيها في مصر في 2011 و12 و13 بنتخلص منها بعد 10 سنين. بعد كم؟ على فرضيه نجاح مسار الحركه. ف بشكركم. شكرا لك. بشكركم. بشكركم. حضراتكم في تغطية برنامج 90 دقيقة للقمة العالمية للحكومات اللي مصر ضيف شرف فيها. خليني أقول لحضراتكم أنه النهاردة كان في جلسة مهمة جدا شارك فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعايزة أنقل لحضراتكم شوية انطباعات وشوية ملاحظات ونفصل كده مع بعض ونحلل أبرز ما دار خلال هذه الجلسة. أولا أنا كان عندي شعور أن أنا يعني طبعا مصر هي ضيف شرف في القمة، لكن أنا بشكل شخصي كان عندي شعور بالشرف وبالفخر الشديد وأنا النهاردة قاعدة بسمع قاعدة في القاعة بسمع كلمة رئيس بلادي. ومش بس كده، رئيس بلادي اللي كل ما بيتكلم بتقوم الناس وبتقف وبتسقف وبتتفاعل مع كلامه. الحضور النهاردة تفاعل مع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مهم جدا وبشكل لافت جدا وبشكل بيحمل دلالات كبيرة جدا، وده يمكن يرجع لأكتر من سبب. طبعا كان في رسائل مهمة جدا خلال الكلمة، والرئيس طرق على نقاط مهمة وفتح ملفات مهمة، لكن أنا أتصور أن السبب في التفاعل الشديد ده مع كلمته النهاردة يرجع لسبب مهم جدا، وهو أن الكلمة كانت من القلب فوصلت بشكل مباشر للقلب، وصلت بسرعة ومن أقصر الطرق، من القلب للقلب زي ما بيقولوا. الرئيس أول ما بدأ الكلمة قال أنا مش بكلم حكومات، مش بكلم زعماء، مش بكلم مؤسسات كبيرة، مش بكلم خبراء، مش بكلم أشخاص معنيين وأشخاص أصحاب قرار، أنا بكلم شعوب، بكلم الناس. هكذا قال الرئيس، ولهذا استمع الناس أيضا. الرئيس بدأ يفصل في مصطلحات كثيرة وبدأ يفصل في ملفات كثيرة، وعايز أقف مع حضراتكم قدام ثلاث مصطلحات تحديدا استخدمهم الرئيس النهاردة، وأنا شفت أن هم في تصوري مهمين جدا. أول مصطلح هو حكاية مصر. الرئيس حكى حكاية مصر. أول ما بنقول حكاية مصر على طول نفكر أنه أحداث 2011، مش كده؟ يمكن لأن الفترة دي كانت مليئة بالأحداث فعلا، ولما نتكلم عن الكم الكبير من التحولات والمواقف والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية اللي احنا مرينا بيهم من 2011 لحد النهاردة، نقول ياه يعني 11-12 سنة، لكن حصل فيهم كتير قوي، حصل فيهم أحداث تكفي 50 سنة قدام. لكن حكاية مصر الحقيقة بترجع لقبل الكلام ده بكتير. حكاية مصر بترجع لوقت ما كنا، وده أنا بقتبس هنا من كلام الرئيس يعني لأنه دلالات مهمة وأمثلة مهمة. حكاية مصر بترجع لما كنا 4-5 مليون عايشين على شريط حدودي، على مساحة لا تتجاوز 5% من مساحة مصر كلها من أسوان لإسكندرية. لكن المفاجأة أن الوضع ده استمر لحد النهاردة. لحد النهاردة وإحنا يعني عايشين في نفس الحيز الصغير دوت، لحد النهاردة وإحنا لسه يعني متكدسين متكالبين حوالين منطقة صغيرة جدا، وده عمل مشاكل بيئية واجتماعية وثقافية وعمرانية لا حصر لها ولا أول لها من آخر.
ليه ما احنا يعني ليه احنا طول السنين دي ما فكرناش في بكره؟ ليه احنا ما عمرناش بلدنا؟ ليه احنا ما بنيناش بلدنا؟ ليه احنا ما دورناش على حلول حقيقيه لمشكلتنا؟ ليه ما بصناش لقدام؟ ليه ما حاولناش نبص للمستقبل ونشوف المشكلات دي تتعالج ازاي؟ هو ده كان الوضع، ودي آفة يعني آفة بلدنا أو مشكلة بلدنا، إن إحنا قعدنا سنين طويلة طويلة مفيش أي نوع من أنواع التطوير، مفيش أي نوع من أنواع يعني التقدم، مفيش أي نوع من أنواع الحلول الحقيقية، كله مسكنات، كله حاجات كده من على الوش، اكنس من فوق السجادة وخلاص. لكن حلول حقيقية، حلول جذرية، معالجة حقيقية للحاجات اللي عندنا مفيش. وقيس بقى على ده في كل الملفات، ملفات زي الصحة، زي التعليم، زي الكهرباء، الطاقة، النقل، كل شيء. وده اللي هيقودني معاكم للمصطلح التاني اللي استخدمه الرئيس النهاردة. أنا قلت لكم إن في مصطلحات مهمة عايزة أقف عندها وعايزة أتكلم عنها. أول مصطلح كان حكاية مصر، وتاني مصطلح هو التحديات المتوازية. الرئيس اتكلم عن تحديات كلها بتحصل في نفس الوقت، بنعاني منها في نفس اللحظة. يعني إيه تحديات متوازية أو متزامنة؟ يعني كله فوق راسنا في نفس اللحظة. عندنا قصة التعليم، عندنا قصة الصحة، عندنا قصة الطاقة، عندنا قصة الكهرباء، كل ده بنعاني منه في نفس الوقت. ما عندناش فرصة نحل ده ونفوق ونركز في الملف اللي بعده. ما عندناش رفاهية ان احنا نختار نشتغل على ده وبعدين لما نريح شوية نشتغل على الملف التاني. ما عندناش الرفاهية دي. كله ضاغط، كله ضروري، كله ملح، كله محتاج حلول دلوقتي حالا. طب هل احنا عندنا الحلول؟ هل احنا عندنا الامكانيات للحلول؟ للأسف احنا دولة عندنا موارد وامكانيات بشرية وطبيعية كبيرة جدا، لكن امكانياتنا المادية لا تتساوى مع قدرتنا ولا تتساوى مع حجمنا كدولة. طب ايه العمل؟ يعني لما تكون انت تحدياتك كبيرة ومشكلتك كبيرة وانت دولة كبيرة وتقيلة وفي نفس الوقت ما عندكش الامكانيات المادية انك تحل بنفس القدر، ايه العمل؟ هتقعد تحط ايدك على خدك وتنتظر او تسيب وضعك يسوق؟ ما هو انت وانت واقف غيرك بيتحرك، وانت مستني غيرك عمال يتقدم ويطلع لقدام، وانت قاعد تفكر في مشاكلك غيرك بيحل. وغير كل ده وانت واقف مكانك الازمات عماله تزيد وتتفاقم، والوضع العالمي يصبح أسوأ اقتصاديا وسياسيا، وناس تحارب وناس مش عارف ايه، وتضخم يزيد ومعدلات بطالة ترتفع ومعدلات نمو تنخفض. الوضع عمال يزيد ويبقى أصعب كل شيء، كل شوية في كل شيء. طب ايه الحل؟ هنا بقى جزء مهم جدا من حديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة كان عن الحلول المبتكرة، الحلول بالمبادرات. الرئيس اتكلم عن المعادلة الصعبة، عن التحدي الصعب، وقال انه طالما الامكانيات قليلة، الامكانيات المادية او محدودة، يعني خلينا نكون دقيقة في التعبير، فلازم يكون في مبادرات مختلفة، لازم يكون في حلول من خارج الصندوق. عملا يعني حتى بالجملة اللي بتقول ما لا يدرك كله لا يترك كله، مش هنقف مكاننا. فواحنا شغالين على ملف التأمين الشامل بنسعى ان احنا نحل في مثلا موضوع فيروس سي، واحنا شغالين على ملف التعليم بنحاول نشتغل في مسارات تانية ونعمل مدارس ونبني فصول، واحنا بنشتغل على النقل بنصلح في الطرق بنصلح في المواصلات، كل شيء بنحاول نشتغل فيه بشكل متوازي. بالمناسبة هنا برضو حاجة من الحاجات اللي كانت لافتة جدا واللي خلت الحضور الإماراتي النهاردة ينفعل جدا ويتأثر جدا أثناء يعني كلمة فخامة الرئيس، هو أن الرئيس كل ما يتكلم في ملف يقول لك أرقام بسرعة، يعني الذهن حاضر وسرعة البديهة قائمة لدرجة أن هو يقول لك الملف ده محتاج كذا، احنا صرفنا على يعني هقول لحضراتكم بالضبط الارقام اللي اتقالت وهي ارقام بالفعل مهمه جدا. الرئيس قال احنا صرفنا على ملف الطاقه 1.7 تريليون جنيه، وصرفنا على ملف النقل 2 تريليون جنيه، ودوله زي مصر محتاجه $1 تريليون سنويا كموازنه. والرئيس بقى عمال يتكلم يقول لك الفصول محتاجه كذا وعندنا قد كذا في التعليم الاساسي، وعشان اعمل ده محتاج موازنه بكذا جنيه تتحول بسرعه لكذا دولار. فالناس بقت تسقف
أنه القدرة على استدعاء الأرقام والمعرفة الدقيقة والتشخيص الدقيق للمشكلات حاضر في رئيس مصر. دي بالمناسبة كده ملحوظة يعني. وملحوظة تانية برضو جت في ذهني دلوقتي وأنا بحكي لحضراتكم، بعد الجلسة كل ما أتكلم مع حد يعني من الزملاء والصحفيين والحضور، الناس اللي موجودة في القمة، لأنه القمم دي والفعاليات دي بتبقى عبارة عن ملتقى أو منصة، ناس بتقعد تتناقش وتتحاور في مجالات مختلفة حتى برا الجلسات. فالناس أول ما تعرف أن أنا مصرية وأن أنا بغطي يعني الزيارة وبغطي القمة والفعاليات المختلفة، يقولوا لي باللهجة الإماراتي نيالكم برئيسكم، نيالكم برئيسكم باللهجة الإماراتي يعني بختكم بالرئيس بتاعكم. فأرجع وأقول لحضراتكم التحديات المتوازية اللي هي كلها في نفس الإطار مع بعضها البعض، لازم نشتغل بشكل خلاق بشكل مبتكر، ما بقاش في حلول سهلة، ما بقاش في حلول متوفرة، ما فيش حاجة على طبق من فضة أو طبق من ذهب. فخليني أقول لحضراتكم برضو من المصطلحات أو المصطلح الثالث تحديداً اللي اتكلم عنه الرئيس ولفت انتباهي جداً، هو مصطلح المسار. ماذا يعني المسار أو ماذا قصد الرئيس بالمسار؟ المسار بمعنى ان احنا خدنا طريق وهنمشي فيه، اللي بدأ سكة لازم يمشي فيها ولازم يعني يتحمل تبعاتها ولازم يجرب محطاتها ولازم يوصل لآخرها عشان يشوف نتيجتها. طالما عايزين تنمية يبقى لازم نتحمل تكلفة هذه التنمية، عايزين استثمار أو بنقول استثمار يبقى نعرف ونعي ونفهم أن الاستثمار يتطلب بنية تحتية، يتطلب شبكة مواصلات، يتطلب طرق. طيب عايزين فرص عمل، مشروعات. طيب عايزين تقدم وتعليم وصحة وعايزين البلد تبقى أحسن، طب فين الجهاز الإداري اللي يتحمل كل ده؟ الإصلاح الشيء لزوم الشيء، اشتغلنا في مسار يبقى لازم هنتحمل كل التفاصيل المتعلقة به. هل الصورة كلها سلبية؟ يعني هل الصورة كلها تحديات؟ يمكن الرئيس دايما بيبقى صريح ويكاشف ويتحدث عن السلبيات بشكل واضح جدا، لكن ده مش معناه ان الصورة كلها سلبيات. بالعكس، انا بشكل شخصي يعني لمست شيء كبير من الامل في حديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. حتى واحنا بنتكلم عن المسار دوت بدأ يذكر دول عملت ما يشبه المعجزة الاقتصادية، دول كان عندها تحديات كبيرة جدا سواء في معدلات الفقر او في عدم وجود موارد، في دول عندها عوائق طبيعية مثلا ما عندهاش سواحل، دول منغلقة مقفولة ما عندهاش موارد طبيعية، ولا هي دول نفطية ولا هي دول عندها معادن ولا ولا ولا. في دول كتير حوالينا وتحديدا في قارة آسيا قدرت تتجاوز كل هذه العقبات والتحديات وتعمل ما يشبه المعجزة الاقتصادية وتشتغل على طفرة محددة ومعينة. وبالمناسبة يعني حتى النهاردة الصبح كان قبل كلمة فخامة الرئيس كان في كلمة رئيس باراغواي، وباراغواي من الدول اللي عندها تجربة اقتصادية مميزة جدا، هي دي اللي بتقال عليها بالفعل المعجزة الاقتصادية لأنها عملت معدلات نمو هي الأعلى في دول أمريكا الجنوبية، تخطت الدول جنبها كانت متقدمة وسبقها، وتخطت بوليفيا وقدرت توصل يعني بضاعتها وقدرت توصل بتصدر غاز طبيعي بالمناسبة وبتصدر صادرات زراعية قدرت توصلها عبر البرازيل وتغلبت على عوائق كثيرة. ده غير دول زي سنغافورة وكوريا، الدول دي كان عندها تحديات كبيرة وقدرت تتجاوزها وتتغلب عليها. هل ده بيستاهل؟ هل ده حاجة بتحصل بين يوم وليلة؟ لا، ده مسار صعب وطويل وشاق ويحتاج إلى التحمل. جزء مهم كمان اتكلم فيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة والحقيقة يعني برضو عمل تفاعل كبير من الحضور، وكان لافت انه الرئيس يعني يوجه المساحة الكبيرة والمهمة دي للحديث عن العلاقات مع الأشقاء. مش محتاجين نقول قد إيه علاقتنا بدول الخليج، علاقتنا بالإمارات، بالسعودية، بكل دول المنطقة اللي هي بتعتبر ركيزة الاستقرار، مش محتاجين نقول قد إيه مهمة، مش محتاجين نقول قد إيه العلاقات دي هي الأساس اللي إحنا يعني المنطقة كلها مسنودة عليه. لكن الرئيس دايماً بيؤكد على هذه النقطة،
وتكلم النهاردة عن مواقف جمعته بسمو الشيخ محمد بن زايد إما في أحداث 2011 أو حتى في الأيام الأخيرة، وتكلم عن علاقات الترابط اللي بين الدول العربية وقد إيه مصر والإمارات هما الاثنين دولتين متجهتين للتوازن والتنمية والسعي. وهنا كان جزء من كلام الرئيس، الجزء منه موجه للشعب المصري وجزء تاني موجه للشعب الإماراتي. حتى هو استخدم مصطلح كده مهم جدا وقال إنه القابض على بلده كالقابض على الجمر، الحفاظ على الدول والحفاظ على الاستقرار في الدول، وقد إيه الدول اللي بتقع النهاردة ملهاش قومة، لأنه في ناس ملهاش هم غير التخريب، في ناس ملهاش صالح وملهاش أجندة وملهاش كده يعني نية غير أنها تفضل تخرب في الدول العربية، تفضل تخرب في العلاقات ما بين الدول العربية، تفضل تلاقي ثغرة تمر منها إما بدعوات التغيير، من ناحية تانية يقولك الوطنية، من ناحية تالتة يقولك مش عارف إيه. هؤلاء مغرضون طول الوقت، كل همهم ان هم يوقعوا بين الدول العربية، طول الوقت همهم ان هم يلاقوا ثغرة ينفذوا منها الى هذه الدولة او تلك، يسيطروا ازاي بان هم يعملوا الفوضى. ده طبعا امر بقى ملحوظ جدا في عدد الشائعات وعدد الكلام المغلوط اللي طول الوقت بينتشر وطول الوقت بيتقال سواء في مصر او في دول تانية. هنا الرئيس كان بيوجه رسالة للشعب الاماراتي عن ضرورة الحفاظ على استقرار وضرورة فهم اللي بيحصل في المنطقة كلها من حولنا، وده طبعا شيء مش غريب على الرئيس، دوما يؤكد على أهمية العلاقات المصرية الإماراتية. حتى النهاردة وجود مصر بالوفد الكبير الرفيع دوت هو دليل على أهمية مصر للإمارات وأهمية الإمارات بالنسبة لمصر. مصر موجودة بوفد كبير جدا، بتشارك في معظم الجلسات، بتشارك في معظم اللقاءات والنقاشات، هي الضيف شرف لهذه القمة. أنا عايزة أقول لحضراتكم قبل الرئيس ما يدخل القاعة عرضوا المنظمين إدارة القمة، عرضت فيلم أو فيديو صغير، الحقيقة أنا ببسطت جدا وأنا بشوفه، كان عندي برضو شعور شديد بالفخر. الفيديو كله كلمات ترحيب بمصر وكلمات ترحيب بفخامة الرئيس، وكله كلام عن مصر وحلاوة مصر والفن اللي في مصر والعظمة اللي في مصر، وصور بقى للفنانين المصريين والعظماء المصريين والعباقرة المصريين نجيب محفوظ وأحمد زويل والفنانين، وقائمة تطول وتطول، وصور طبعا بتجمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسمو الشيخ محمد بن زايد والمسؤولين في الإمارات. الناس كلها وقفت ساعة الفيديو دوت وسقفت وانفعلت جدا قبل دخول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده برضو كان من المحاور المهمة جدا اللي بدعوا حضراتكم ان احنا نتابع الرئيس قال فيها ايه، لانه كان فيها رسائل وكلام كتير مهم. يمكن اللي انا نقلته لحضراتكم دوت ابرز الاجزاء او ابرز الرسائل اللي حملتها كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في الجلسة الاساسية في القمة العالمية للحكومات المعقدة في دبي. عايزة بقى اكلم حضراتكم عن حاجة مهمة جدا، واحنا دايما عارفين الرئيس في اي زيارة خارجية او في اي جولة خارجية دايما عنده جدول مزدحم جدا باللقاءات، اجرى عدد من اللقاءات النهاردة هكلمكم عن تفاصيلها. اول جلسة النهاردة شارك فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي جلسة تمكين القطاع الخاص، دي كان حاضرها الحقيقة ناس كتير جدا، مجموعة من الشركات العالمية، مجموعة من الوزراء المصري، وزير المالية، التعاون الدولي، التخطيط، بنتكلم أيضا عن وزراء الاتصالات، يعني التنمية الاقتصادية، أيضا كان حاضر محافظ البنك المركزي، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. جلسة مهمة جدا بتجمع الوفد المصري بالمسؤولين وبالشركات الموجودة في الإمارات، كبرى الشركات الموجودة في الإمارات. طب الجلسة دي إيه الأهمية فيها؟ طبعا هو نزل بيان وتصريحات من المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اتكلم فيها قد إيه او شرح فيها واستعرض قد إيه النهاردة الجلسة دي تم فيها استعراض فرص استثمارية مهمة جدا في مصر وإمكانيات ومجالات وقطاعات يقدر يشارك فيها القطاع الخاص وتقدر تشارك فيها الشركات من كل مكان في مصر وتستثمر وتحط فلوسها وهي مطمنة وآمنة وعارفة ان الحاجات دي هتجيب المردود والعائد بتاعها في كل المجالات
وفي كل الأنشطة، خصوصا بقى وإحنا يعني في مصر واخدين خطوات كبيرة ومهمة لدعم الاستثمار وخطوات لتسهيل على المستثمرين إجراءاتهم، الرخصة الذهبية، بنتكلم عن إجراءات بقت مضغوطة حتى زمنيا، التعامل مع جهات واحدة بدل ما بتتعامل مع جهات كثيرة، كل دي إجراءات أخدتها الحكومة المصرية على مدار يعني الأشهر والسنوات الماضية عشان تسهل على المستثمرين وعشان توفر ليهم البيئة الآمنة والمناخ الجاذب للاستثمارات. كل ده تم استعراضه النهاردة في الجلسة دي، وتم الحديث عن جهود تحفيز القطاع الخاص. دي جلسة الحقيقة كانت مهمة جدا. لقاء آخر مهم جدا النهاردة شارك فيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتقى بمدير عام صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا، وبالمناسبة هي كان ليها النهاردة كمان كلمة مهمة أو جلسة مهمة، واتكلمت فيها عن الوضع الاقتصادي العالمي، واتكلمت فيها عن التوقعات للي جاي، وهل احنا نتجه للتشاؤم ولا نتجه للتفاؤل، العالم التضخم رايح لفين، الأسواق هتفتح ولا مش هتفتح، هيحصل تعافي اقتصادي ولا مش هيحصل. الرئيس التقى بالسيدة جورجيفا واستعرض بقى معاها مسيرة الإصلاح الاقتصادي، واستعرض معاها الإجراءات اللي بتقوم بيها مصر والإصلاحات العميقة اللي احنا عملناها على مدار الفترة اللي فاتت، وقد إيه الإصلاحات دي أتت بثمارها. وبالمناسبة هي كمان مدير عام صندوق النقد الدولي أشادت بكل هذه الإجراءات اللي قامت بيها مصر، واتكلمت إن احنا ماشيين في الطريق الصحيح، ودي إشادة الحقيقة مهمة جدا، لأنه الناس دي بتقعد تراقب وبتقعد تتفرج انت بتعمل ايه، وبتقعد تشوف الإجراءات اللي انت بتاخدها، وهل انت ماشي صح ولا ماشي غلط، طب انت سياستك النقدية شكلها ايه، سياستك المالية عاملة ازاي، التكامل بين السياستين، طب انت عامل إصلاحات، عامل الهومورك بتاعك ولا لأ، مذاكر اللي عليك ولا لأ، بتسهل الإجراءات ولا ما بتسهلهاش. فاللقاء ده الحقيقة مهم جدا، وإضافة بقى أن هي أشادت به قدرة الاقتصاد المصري على الصمود واستيعاب الصدمات، وأنه اقتصاد قوي وكبير بالرغم من أي أزمات. أيضا كان في لقاء آخر للرئيس عبد الفتاح السيسي أو مشاركة في المائدة المستديرة للشركات الملياريه، ودي بقى ناقشت قضايا مهمة جدا زي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية اللي هو المستقبل بقى. احنا النهاردة الكل بيتكلم عن التجارة أونلاين، الحاجات الإلكترونيك واللي احنا محتاجين فيها التحول الرقمي. حضراتكم عارفين بقى ان الرئيس في اي جولة او زيارة خارجية او اي يعني نشاط خارجي بيقوم به بيبقى نشاطه مكثف جدا، لا يقتصر على الجزء الرسمي او لا يقتصر على جلسة او لقاء واحد، لا بيكون في فعاليات كتير ولقاءات كثيرة على هامش الزيارة او الجولة الخارجية. خليني اقول لحضراتكم النهاردة يعني مجموعة من اللقاءات اللي اجراها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل واحد اهميته ايه. النهاردة الرئيس التقى بمجموعة من الشركات، والتقى ب يعني أشخاص مهمة جدا في مجال البزنس والقطاع الخاص والأعمال، في جلسة اسمها تمكين القطاع الخاص. الجلسة دي كان حضرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا وفد مصري رفيع المستوى مكون من محافظ البنك المركزي، مكون من المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مجموعة من الوزراء المصريين، وزير المالية، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير الخارجية، الاتصالات، التعاون الدولي، بالإضافة للشركات كبرى، شركات عالمية، كل دول قاعدين مع الوفد المصري، كل دول قاعدين بيناقشوا سبل جذب الاستثمارات لمصر، كل دول قاعدين بيناقشوا طب ايه هي الافاق للتعاون، نقدر نعمل ايه مع بعض، نقدر نحط فلوسنا فين في مصر، المجالات والانشطه المختلفه. طبعا المستشار احمد فهمي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه وضح انه اللقاء دوت استعرض جهود تشجيع الاستثمار في مصر، والإجراءات القوية جدا والمهمة اللي قامت بها الحكومة المصرية على مدار الأشهر اللي فاتت لتشجيع الاستثمار وتحفيز الاستثمار والتسهيل على المستثمرين. النهاردة احنا بنتكلم عن إجراءات أسهل من أي وقت قبل كده، تقليل الوقت، تقليل الإجراءات، يعني تسهيلات وتذليلات لكل العقبات، وطبعا في إشراف يعني على ده من أعلى رأس في الدولة، رئيس الجمهورية ثم رئيس الحكومة بيشرفوا على هذه الملفات بنفسهم. فده كان لقاء الحقيقة مهم جدا جدا.
اللقاء الثاني اللي برضو عايز اكلم حضراتكم عنه هو لقاء اجراه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المدير العام لصندوق النقد الدولي السيده كريستالينا جورجيفا. وبالمناسبه هي كان ليها جلسه النهارده الصبح هنا في القمه العالميه للحكومات، اتكلمت فيها عن وضع الاقتصاد العالمي ككل، رسمت الصورة ورسمت الخريطة وحكت هي شايفة الاقتصاد رايح لفين وشايفة التضخم رايح لفين وشايفة معدلات النمو مستقبلها ايه وشايفة فرص الاستثمار في العالم اتجاهاتها ايه وشايفة هل الأسواق هتنكمش ولا هتعود، هل هيحصل تعافي اقتصادي ولا لا. كان في جلسة كبيرة يعني واضحة حصل فيها كل التفاصيل دي وتقال فيها كل التفاصيل دي. طب في لقاء السيدة جورجيفا مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أشادت بالتقدم اللي مصر بتعمله في مجال الإصلاح الاقتصادي، وأشادت كمان بقدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات وامتصاص الأزمات، ودي كمان كانت نقطة مهمة جدا لأن الناس دي ما بتجاملش، الناس دي بتقعد تراقبك وتشوف أنت ماشي صح ولا غلط، وتقعد تشوف أنت عامل الهومورك بتاعك ولا لأ، وتقعد تشوف أنت ماشي لحد فين ووصل لحد فين في الإصلاح الاقتصادي. طبعا كان في حديث في اللقاء عن التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، ده لقاء الحقيقة مهم جدا جدا. طيب لقاء آخر أو مشاركة أخرى من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المائدة المستديرة للشركات المليارية، ودي تكلموا فيها بقى عن الذكاء الاصطناعي وتكلموا فيها عن التجارة الإلكترونية وتكلموا فيها عن الإدارة المستدامة للموارد، تفاصيل كثيرة جدا لأنه هو المستقبل دلوقتي كده، وعشان كده مصر النهاردة بتعمل خطوات كبيرة في موضوع التحول الرقمي. مصر النهاردة ليه بتعمل البنية التحتية التكنولوجية وليه بتعمل البنية التحتية في الاتصالات وليه شغالة انها تشغل الانترنت في كل قرى وربوع مصر وانحاء مصر؟ ما هو عشان كده، عشان انت بتتحرك للمستقبل مش واقف مكانك. دي مجموعة الحقيقة من اللقاءات اللي أجراها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة من ضمن مشاركة قوية وكبيرة لمصر باعتبارها ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي في الفترة من 13 ل 15، وإحنا دايما بنغطي مع حضراتكم يعني كل تفاصيل هذه القمة لحظة بلحظة وتفاصيل المشاركة المصرية وأبرز المشاهد وأبرز اللقطات دوما عبر شاشة المحور وبرنامج 90 دقيقة. وسهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه تغطيتنا متواصلة للقمة العالمية للحكومات خصوصا النهاردة بالجلسة الأساسية اللي تحدث فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقة حملت الكثير من الرسائل والرسائل يشرفنا ويسعدنا بتحليلها وبقراءتها طبعا رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ الأستاذ عماد الدين حسين، نورتنا على شاشة المحور. أشكرك يا فندم، أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة النهاردة كان في رسائل كثيرة ومتعددة في كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا هو بدأ الحديث بالتوجه للشعوب وليس الحكومات. أستاذ عماد الدين حسين النهاردة أي عنوان يضع بشكل عام لهذه الكلمة قبل ما نفصل في الرسائل والنصائح؟ العنوان الرئيسي أظن النهاردة الرئيس يخاطب شعوب الخليج، كان واضح في أكثر من مرة بيقول أنه فكرة التحديات والقصص والأحداث موجودة، عدد كبير من المعلقين والمتابعين والصحفيين ورجال الدولة بيعرفوها، لكن مهم أنه الناس العادية تبقى عارفة ما يؤكده الرئيس دائما وهو السياق، إزاي نشوف أي قضية أو أي مشكلة أو أي تطور في إطار السياق الطبيعي بتاعه، وده سياق أشمل. وده طبعا أنا أظن أحد المشاكل اللي موجودة في العالم العربي إن الناس كثيرة بتتكلم على بتاخد قضايا مبتورة، إنه بيتعامل مع إن في حد جاب جون الاكتزاء يعني. طيب الجون ده مش فيه صانع ألعاب وفيه دفاع وفيه لعبة أجادت ولعبة أخطأت، فكرة السياق الصورة الكاملة للحدث. أنا أظن إنه بصفة عامة الرئيس النهاردة كان شديد التوفيق في مخاطبة الرأي العام الإماراتي والرأي العام الخليجي، وده كمان مش بس عشان علاقات الثنائية، لا ده عشان كمان هذا الحوار أو هذا اللقاء جاي في عقاب محاولة لإزكاء نار الفتنة وإشعال نار الفتنة بين مصر والخليج وبين الدول العربية بعضها وبعض. فالرئيس النهاردة أخمد هذه الفتنة
وخاطب الشعب الإماراتي والشعوب الخليجية، وكان طول الوقت بيؤكد بيقول أنا بتكلم للشعب، وأقر وأكد بفضل أهل الخليج وحكومات الخليج على مصر في مراحل مهمة جدا. دي عناوين كثيرة. ثم تحدث حديث واسع عن قصة التنمية في مصر وقصة التحديات التي واجهت مصر من 25 يناير حتى هذه اللحظة، ووضعها كلها في سياق متكامل. أنا هبدأ بقى بالكلام مع حضرتك عن القصة المصرية، لكن اسمح لي نشوف جزء من يعني حديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا في الجزء اللي تحدثنا فيه دلوقتي، وهو الحديث عن مخاطبة الرأي العام الإماراتي والخليجي، وخصوصا مع وجود محاولات للوقيعة وإسكاء الفتن بين الشعوب وبعضها البعض. ودي المسألة اللي أشار إليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتهى الوضوح وبشكل قاطع ولا يقبل الشك. نستمع مع حضراتكم للجزء ده ونرجع نتابع حديثنا مع الأستاذ عماد. نقطتين مضيئتين كانوا موجودين، أنا بسجلهم هنا. الشيخ محمد حيزعل، الشيخ محمد بن زايد حيزعل، والله والله والله، وأنا قلت الكلام ده في مصر كتير، لكن أنا بقوله هنا للشعب الإماراتي ولأي حد يحب يسمع. النقطة المضيئة الأولانية هو الدعم، دعم الأشقاء. اسمع يا فيصل، اللي أنا قلته ده كله ما كانش ممكن يحصل وينجح. يوم تاني يوم أو تالت يوم بعد ما قلت البيان بتاع 3/7 ده، فقالوا الشيخ محمد بن زايد جاي يزور مصر. طيب، ما أول مرة هشوف. فجيه يعني كان ساعتها الناس بتقف، أنا بفكر كله، بفكر الناس اللي في مصر قبل، وفكر نفسي وفكر الناس اللي هنا، يعني كانت بتقف ناس طوابير على محطة الوقود، مفيش البوتاجاز، مفيش سولار وبنزين، مفيش. ايوه انا، طب انت ما تكسفش انك تقول كده ليه؟ ما تكسف ليه؟ احنا بنتعلم نخلي بالنا من بلادنا، نخلي ايه بالنا من بلدنا، من بلادنا. والكلام اللي كنت بقوله كتير في الاول لو تفتكروا، قول خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم من الامان والسلام والاستقرار اللي موجود ده، تمسكوا فيه كده. ايه على كل حال، فجه الشيخ محمد ومعاه وفد من دوله الامارات، وعارف ايه المطلوب. مش انا قلت له؟ والله العظيم ما قلت له، انا بحلف، والله ما قلت له. بصيت لقيت السفن بتتحول من البحر المتوسط والبحر الاحمر، فيها البوتاجاز، فيها الغاز، فيها السولار، فيها البنزين. أنا بقول كده للمصريين، بفكرهم، بفكر نفسي، وفكر اللي عايز يفتكر. ده كانت أول نقطة إيه مضيئة. وعشان أكون منصف وأمين، والشيخ محمد في الوقت ده نظم مع الأشقاء الدعم اللي هيتقدم لمصر، ولولا، وده مش عيب، ده حالة، حالتنا ده حال مصر وحال دول كتير دلوقتي في المنطقة بتمر بكده، حال دول في المنطقة بتمر بكده. امبارح كنت قاعد مع أخويا الشيخ محمد رئيس الدولة، بقول له هطلب منك طلب، قال لي خير. قلت له سوريا، سوريا عشان خاطر ربنا ساعدوا سوريا. فقال لي احنا، اقول كده ولا ما يصحش؟ والله العظيم، قال لي احنا بنبعت 8 طيارات كل يوم. صحيح. قلت له اكتر. قلت له ايه؟ اكتر. طب ممكن الشعب الاماراتي يزعل من ده؟ مش عارف. اوعوا تزعلوا ابدا. لا اوعوا، بالعكس تفتخروا
وتتشرفوا وتسعدوا ان انتم عملتوا ده وبتعملوا ده. دي الكلمة اللي انا عايز، النقطة المضيئة الاولانية اللي لولاها يا فيصل لا يمكن ابدا، على قد عقلي وعلى قد الشوف اللي انا كنت شايفه ساعتها، ان كانت مصر تعدي من اللي هي فيه. ابدا ابدا. اسمع، الاحتياطي اللي كان موجود وكان تحدي اخر في الوقت دوت بعد الحالة اللي حصلت في 2011 لغاية 2013، خلاص كان بيستهلك كله في انك انت بتجيب فيه المواد البترولية وخلص. وخلص بقى، فضل يعني مبلغ ما يعملش حاجة مع السلع اللي بتجيبه مع ده. يعني خلاص حتى اللي كان موجود ممكن ينفع قبل الثورة قبل 2011 ما بقاش موجود. إذن اللي أنا بأكده هنا إن لولا وقوف الأشقاء في الإمارات، في السعودية، في الكويت، اللي أنا بتكلم عليه، لولا ما كانتش مصر وقفت تاني. البعض استنى يا فيصل، فخامة الرئيس يعني شكك في العلاقة بين القاهرة وبعض العواصم الخليجية. خلينا أكلم ناس. تفضل تفضل فخامة الرئيس. خلينا أوجه لكم الشكر تاني وتالت ورابع، وما تسمحوش ما تسمحوش للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة إنها تؤثر على الأخوة اللي بيننا كلنا. ابدا. احنا كان في من ضمن الكتاب كان بيقول ايه، عايزين نشيل من القاموس العربي كلمه الاشقاء العرب، وانا بقول له ربنا بيقول انما المؤمنون اخوه، فاحنا اخوه. فدي كانت اول نقطه مضيئه، كل التقدير وكل الاحترام لكل من ساهم وساعد، مش بس مصر، اي دوله عربيه اخرى. النقطه الثانيه، نسقف لو سمحتوا. طبعا. يا رب يديم عليكم الستر والأمان والسلام والنعمة. اللهم أمين. اللهم أمين. النقطة الثانية كانت الحقيقة بقى لازم أقولها هنا، هي كل الناس كانت خايفة أن المصريين ما يستحملوش يا فيصل، ما يستحملوش الضغط ده. لا يستحملوا. رهان كبير على الشعب المصري. نعم. وانا كان عندي يعني كان عندي ثقه ان هو هيكون قدر المسؤوليه وقدر الحمل الكبير ده. اقصد اقول لك ان حتى في الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت، في تضخم ضخم جدا في مصر وفي العالم كله، كازمه اقتصاديه بتمر بالعالم كله، لكن المصريين تحملوا ويتحملوا الظروف ديت. وده امر ايضا، النقطه المضيئه الثانيه، ثم بقى جهدهم في العمل اللي تم خلال ال 11 سنة دول أو العشر سنين دول، وإن شاء الله الفترة القادمة. أستاذ عماد، الحقيقة كان لافت بالنسبة لي جدا استخدام الرئيس لبعض المصطلحات زي الخصوصية، الحكاية المصرية، حتى فخامة الرئيس قال أنا هحكي لكم الحكاية المصرية، التجربة المصرية. في رأيك الجمع بين المصطلحات دي النهاردة كان إيه أهميته، وحضرتك قريته في أي شكل؟ الرئيس كان حريص أن يخاطب الشعب الإماراتي والشعب الخليجي مباشرة بطريقة واضحة وبطريقة منظمة وفي إطار السياق العام الذي يتحدث عنه الرئيس طوال الوقت، حتى يضع الصورة أمام ممكن نقول عدد كبير من الشعوب العربية. هناك طبعا إشاعات، هناك افتراءات، هناك أكاذيب، هناك أنصاف حقائق، هناك تشويه لحقائق موجودة. فعندما تصل إلى المواطن العادي في مصر، فما بالك حينما تصل إلى مواطن غير مصري اللي هو المواطن العربي. فبالتالي الرئيس كان حريص أنه يشرح للحاضرين بطريقة سهلة وسلسة ما الذي حدث في مصر من 25 يناير حتى ثورة 30 يونيو 2013، مرورا بالفترة الماضية كلها حتى هذا الوقت. وبالتالي كان الحديث واضح جدا أنه من أول ايه اللي حصل، تحديات، ان مصر كان مطلوبا منها ان هي تواجه تحديات كثيره ومتزامنه،
ما كانش ممكن تؤجل حاجة. وضرب المثل بالكهرباء، مش معقول هنأجل الكهرباء لحد ما نقول هنخلص الإرهاب أو الطرق لحد ما نخلص الكهرباء، وأنه طوال الوقت أن مصر كان مكتوب عليها أو يعني مضطرة أن تواجه تحديات كثيرة، أن هي تواجه هذه التحديات في وقت واحد وبثمن بالغ التكلفة، تمثل في شهداء مصابين، تضحيات بنية تحتية، تخريب، تحديات، مشاكل اقتصادية. فكل ده الرئيس وضحه للناس، درجة الناس اللي حواليا المواطنين الإماراتيين والعرب للأمانة كان، وكان معايا زميلنا أكرم القصاص رئيس تحرير يوم السابع، الناس منفعلين بجد ومتأثرين من أول لما الكاميرا كانت بتيجي على وجوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أو محمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وكبار المسؤولين الإماراتيين، كانت واضحة الناس متفاعلين. النقطة الثانية والمهمة وهو أن الرئيس أقر بفضل الشعب الإماراتي والدولة الإماراتية والحكومة الإماراتية والشعوب الخليجية في نصرة مصر في بعد 2013، ودي كانت واضحة والرئيس أكد عليها أكثر من مرة، بيقول لهم وهو كان قال التعبير لا تنسوا الفضل بينكم في مؤتمر الافتتاح مصنع سيلو فودز يوم الخميس اللي فات. النهارده كرر ده بوضوح، نحن لا ننسى ما فعلته الامارات وما فعله الخليج، وده شيء مهم جدا ان يقال للناس شكرا، لانه مفهوم لا تنسوا الفضل بينكم مهم جدا حتى لا يشعر بعض المواطنين الخارجيين ان حقوقهم، خصوصا انه البعض حاول الاساءه للعلاقات المصريه الخليجيه في الايام الماضيه، والرئيس كان حريص طوال الوقت وفي اكثر من مناسبه ان يضحض ويرد على هذا الامر ويطالب في القاهره او في دبي ان خدوا بالكم هناك من يريد الاصطياد في المملكه، هناك كثيرون حاولوا ان يخربوا العلاقات المصريه العربيه وفشلوا، ويحاولون الان عبر الاشاعات وعبر اثاره الكلام حول موضوعات كثيره. وبالتالي دي انا اظن كانت واحده من الرسائل المهمه. الجزء الثاني برضو القصه حول التنميه المصريه، ما فعلته مصر انه كان لا يمكن ان انت تتحدثي عن تنميه حقيقيه بدون ما يكون عندك بنيه تحتيه. والسؤال الازلي والجدلي، هل نبدا بالبشر ام بالحجر؟ البعض لا يدرك ان لكي تبني البشر، وهم في حاجتين أساسيتين ممكن اللي هو التعليم والصحة، تحتاج مدرسة ومستشفى. المدرسة والمستشفى حجر، لا يمكن الفصل بين الاثنين. مش هقدر أتكلم عن بناء تعليم إلا ما يكون عندي فصل ويكون عندي مدرس بديله مرتب كويس وبيكون عندي المستلزمات أو اللوجيستكس وكل ما يتعلق بالإمدادات، ونفس الوضع في المدرسة. وهل يمكن كمان ان انا اقدر ادمج بين الاثنين، بمعنى ان انا يبقى عند المدرسه وعند المدرس؟ والرئيس النهارده اتكلم على جزء مهم جدا، ان هو ما الذي نحتاجه لكي يكون لديك تعليم متطور، وذكر رقم 10,000 دولار في المتوسط لكل طالب عشان يتلقى تعليم كويس، بالاضافه كمان لان احنا الاعداد 250 22 مليون طالب في التعليم الاساسي و3 مليون و4 في التعليم الجامعي، غير الزياده السكانيه، غير الزياده السكانيه كل سنه. فانت عندك في المتوسط 25 مليون ب 10,000 دولار، يعني تقريبا 250 مليار دولار، ربع تريليون دولار. لكي واحنا بنتكلم ان الازمه الاقتصاديه عندنا فجوه تمويليه ب 20 مليار فقط. فيعني طبعا ده اظن يعني فيها اهميه لاعمال الفكر والتفكير، ان انا لما يبقى عندي امال عظيم وعندي تحديات عظيمه، ماذا افعل في هذه الحاله؟ كيف ابدا؟ وايه هي الاولويات؟ ايه اللي ابتدي بيه وايه اللي اخره شويه؟ دي ولذلك حتى الرئيس النهارده في تعبير كرره اكتر مره بيقول انه اداره الدوله حاجه صعبه جدا ومختلفه جدا، ان كانه شخص ماسك كتله من النار. فالموضوع طبعا لما انت تتكلمي على ده، على 105 مليون فعلا في مشكله حقيقيه، كيف يمكن تنظيم الاولويات في ظل وجود جدل حول هذه الاولويات؟ ما تريح حضرتك ان هو مهم، قد يراه الاخر، في حد رايه ان الثقافه هي الاهم، وحد التعليم، وحد يقول لك نبتدي بالصحه، وحد يقول لا نبتدي نبني شقق للناس، وحد يقول والله لا هنعمل مستشفيات كويس عشان نعالج الناس، وحد يقول لك لا ده ولا ده، عايزين نبني جوامع بس او كنائس بس. يعني ال 105 مليون في 105 راي، ايه هو القدره انك انت
تبتدي بأولويات سليمة أو أولويات متوازية، وإيه اللي ممكن تأجليه، وهي في الفارق ما بين الموارد والتوقعات. من الطبيعي أن الناس تريد أن تنفذ كل شيء، ويحبذ لو عندنا كل شيء نقدر نعمله في وقت واحد، بس لما بيكون عندك موارد قليلة وفي أزمة اقتصادية حقيقية، أنت بتبقى مضطرة تاخدي حاجة قبل حاجة قدر المستطاع. طيب اسمح لي أستاذ عماد نروح نستمع إلى جزء من كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا الجزء اللي تحدث فيه عن التحديات المتوازية في قطاعات وملفات كثيرة مختلفة، ونرجع نتحدث أكثر عن الرسائل اللي وردت في هذا الجزء. التجربة بتاعتنا تجربة أنا بحكيها للناس، مش بحكيها لأن المتخصصين عارفين كلام كتير من اللي أنا بقوله، ويقدروا يفهموه في إطار إن هم بيديروا دول، فاللي بيدير دولة عارف كويس مقتضيات ومتطلبات الدولة إيه. لكن مهم قوي إن يبقى في وصل بيننا وبين الناس تعرف الحكاية، حكاية مش حكاية مصر، هي مصر النهاردة موجودة هنا عشان تحكي حكاية حكومة مصر أو مسار مصر في ال 11 سنة أو ال 12 سنة اللي فاتوا. قلت أبدأ بالتاريخ 2011 لأن هو تاريخ حاسم وكاشف لحكاية مصر، وكادت أن تضيع مصر كما تعرضت كتير من الدول في المنطقة للي انتوا عارفينه كلكم، ومحدش نجي إلا مصر، محدش نجي إلا مصر. طيب لو جيت كلمتكم، السنة هتكلم عن حاجة اسمها أنا قلت عليها اسمها التحديات المتوازية. فحد يقول لي يعني ايه متوازية؟ اقول له يعني احنا كان عندنا تحديات، مفيش تحدي قبل تحدي، ده التحديات كلها على خط واحد، التحديات كلها على خط واحد. يعني ايه على خط واحد؟ يعني ما عنديش اولويات، ما اقدرش اقول ايه اخد دي واسيب دي، انا عايز اجابه التحديات دي كلها مرة واحدة لانها ما تنفعش تتساب. وحديكم مثال على حاجة كده. قلت لي معك وقت قد ايه؟ هي حسب الاجنده نص ساعه، ولكن طيب هناك استنى لك فخمت واخد بالي. طيب اقصد اقول التحدي الاولاني بعد 2011 هو حاله التشرذم والتفكك وفقد الامل والياس اللي كان بيعاني منها المصريين، ودي حاله مش بس وليده 2011، ده منهج اتعمل على مصر من ناس جوه مصر بفكر معين عشان يعني متهيأ لهم ان الدولة لما تقع هتبقى في ايديهم، ما يعرفوش يعني ايه دولة، ان الدولة لما تقع ما بترجعش تاني، الدولة لما تقع يا فيصل ما بترجعش تاني. ده الكلام اللي انا بقوله لكل اللي بيسمعني، مش بس في الامارات، في كل المنطقة العربية لو بتسمع، الدولة اللي بتقع صعب رجوعها. طب مصر رجعت ليه؟ دي إرادة ربنا، دي إرادة ربنا. فالتحدي الأولاني كان حالة التشرذم واليأس اللي كانت موجودة عند المصريين. طيب الحالة ديت كان حلها إيه؟ طب كان في معها تحديات أخرى عشان الكلام كله يبقى ماشي مع بعضه؟ آه طبعا، كان في عندي تحدي الطاقة. تحدي الطاقة يعني إيه؟ يعني عندي كان عندي مشكلة كهرباء، وعندي مشكلة غاز، وعندي مشكلة بوتاجاز. طيب ده معنى إيه؟ معناه لما اجي اقول لك ان انا صرفت على قطاع الكهرباء في مصر ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه، هو تقول لي هو ما كانش في مشكله كهرباء؟ لما حد من دلوقتي يعني المتابعين للشأن في العام في مصر يقول لك ايه، انتوا صرفتوا فلوس كتير قوي في البنيه الاساسيه والمشروعات القوميه، طب هو انا كان عندي فرصه؟ والكلام ده انا قلت لوزير الكهرباء في 2000، انا توليت المسؤوليه في 2014، قلت له انت متصور انك انت السنه الجايه الكهرباء دي ما تتحلش اللي بقى لها 7 سنين؟ لو ما اتحلتش البلد دي هتخرب وتضيع، البلد مصر هتخرب وتضيع. فقال لي ازاي؟ قلت له اسمع الكلام، لازم مشكله الكهرباء تتحل خلال سنه، والانقطاع اللي بقى له 7 سنين ده ينتهي السنه الجايه، واشتغلنا على كده. اقصد اقول اذا كان القطاع ده لوحده خد 1.7 تريليون جنيه، 1700 مليار جنيه. امتى؟ ايام الجنيه ما كان ب 8 جنيه، اسف الدولار كان ب 8 جنيه. طب حتى لو كنا استمرنا بعد كده لغايه لما بقى وصل ل 15، يعني اكتر من 150 مليار دولار لقطاع الكهرباء. هو كان في مشكله في الكهرباء في مصر بالدرجه دي؟
كتير مننا. عشان كده بقول ايه، الكلام مش للدول، مش للقادة، مش للمعنيين، مش للوزراء، الكلام ده للناس. الدول حاجة تانية، الدول الشعوب حاجة تانية، لابد من التواصل المستمر معها وإيضاح الصورة بشكل مستمر. أنا بتكلم على دولة زي مصر فيها 105 مليون. إذن كانت الطاقة كتحدي، حد يقول لي كنت إيه؟ ليه حطيته أولوية؟ هنا التجربة المصرية لها خصوصيتها. يعني إيه التجربة المصرية لها خصوصيتها؟ هو الشعب المصري كان يستطيع أن يتحمل أن الكلام ده يستمر سنة كمان؟ لا، ده كان تقديرنا، ده كان تقديرنا كمسؤولين عن الناس حطت المسؤولية في رقبتنا ان هم مش هيستحملوا تاني. والحالة اللي حصلت في 2011 حالة كانت صعبة جدا، ما كانش مطلوب انها تتكرر تاني. الحالة دي كلفت مصر 450 مليار دولار. حالة الفوضى اللي حصلت في 2011 كلفت مصر 450 مليار دولار في دولة ظروف الاقتصادية مش قوية. إذن أنت كمسؤول حريص على أنك أنت بقدر الإمكان تحل مسائل ما تقديش للبلد دي أنها تتهز مرة تانية. على نفس النسق ده قطاع زي قطاع النقل في مصر، القطاع ده تكلف 2 تريليون جنيه، 2 تريليون جنيه في المدة دي كلها. ده معناه إيه؟ معناه أنه كان في قطاع، والقطاع ده مؤهل أنه يشتغل عشان يخدم 105 مليون ويخدم مستثمرين ييجوا يشتغلوا يقدروا يعملوا استثمارات في مصر. الكلام ده ينطبق على تحديات أخرى كثيرة. أنا عشان مثل ما أخدش منكم الوقت كتير، لكن اللي أنا بقول عليه ده، دي قطاعات كان لابد أن احنا نشتغل عليها ونتحرك فيها في سياق أو في نسق واحد. ما كانش فيه أولويات، ما أقدرش، كان لابد أن أنا أتعامل. وبرضو بقول تاني، كل دولة المفروض أن مسؤوليها أدرى بثقافة وممارسات شعبها، وبالتالي بيضع الحلول التي تتناسب مع الطبيعة، مع الشخصية. مش اللي ينفع عندي يمكن ما ينفعش عند حد تاني، واللي عند حد تاني يمكن ما ينفعش عندي، لأن كل بلد لها خصوصيتها، ودي طبيعة، دي خلقة ربنا سبحانه وتعالى. فنرجع تاني نقول ان التحديات اللي كانت موجودة في الدولة المصرية، جودة التعليم على سبيل المثال ده تحدي اخر. حد يعرف ان انا عندي في التعليم الاساسي 25 مليون وفي الجامعة 3.5-4 مليون وبيتخرج كل سنة 700 ألف؟ 700 ألف. حد يعرف ان في عندي تحدي نمو سكاني؟ ان احنا في 2011 كنا 80-81 مليون، النهاردة بعد 10 سنين تقريبا بقينا 105 مليون، يعني زدنا 25 مليون في 10 سنين. طب هو العدد ده، الحكاية اللي أنا بحكيها لكم دي معناها إيه؟ معناها هي مسار حكومة كافحت على قد ما قدرت في ظل ظروف محددة عشان تحل المسألة. يبقى النهاردة تفتكر أن جودة التعليم عشان أحل المسألة بتاع جودة التعليم عايز 250 مليار دولار عشان أوفر عليكم الحسابات. كل طالب يتعلم تعليم كويس عايز 10,000 دولار. طب أنا ما عنديش الرقم ده، وفي نفس الوقت ما أقدرش أخلي بالتزامات تجاه المواطن تباه أولادي صغيرين وأحفادي يمكن إن هم يخشوا المدرسة ويتعلموا. إذن لا جودة التعليم كتحدي، ولا جودة الصحة العامة كتحدي. قدرات الدولة المصرية بمنتهى الصراحة، كنت دايما أقول ده للناس اللي بتسمعني، بقول دولة زي مصر عايزة تريليون دولار تصرفه موزع كل سنة. تريليون دولار يعني كام؟ يعني ما يقرب من مثلا 20 تريليون جنيه. طب هل المبلغ ده متاح؟ لا. طب نصه متاح؟ لا. طب ربعه متاح؟ لا، مش متاح. كل دولة لها ظروفها. إذن الحكومات اللي بتتعامل مع القضايا ديت بتبقى عايزة تحل، وأنا كان تقديري للموضوع هو حل بالمبادرات بأفكار. ودايما أقول اللي ظروفه صعبة يفكر،
واللي ظروفه مش كده ممكن يفكر ويبقى أفضل. لكن أنا بتكلم على دولة زي مصر كتجربة أنا بقولها لكم. طيب إحنا عايشين كتحدي آخر على شريط ضيق من أسوان لإسكندرية. الكلام ده بقاله قد إيه؟ بقاله أكتر من 150 سنة، اللي هو الشريط المحاذي للنيل. كان مناسب أيام محمد علي من 150-160 سنة إن يبقى فيه 4 مليون عايشين، بس ما بقاش مناسب ساعة لما خدنا القرار إن يبقى موجود 81 ولا 82 مليون في نفس المكان. طب ده عمل تحدي؟ طبعا عمل تحدي بيئي بقى؟ آه طبعا. عمل تحدي في العشوائيات والتخطيط العمراني؟ عمل. عمل تحدي في التنمية العمرانية؟ عمل. يعني زي ما استمعنا في كلمة الرئيس، التحديات كثيرة، ملف التعليم، ملف الصحة، أيضا خطر الإرهاب اللي أصبح يعني من التاريخ أو من الماضي زي ما تفضل فخامة الرئيس الحمد لله. لكن الرئيس النهاردة تحدث عن خطر وتحدي آخر، وهو هز الثقة أو محاولات هز الثقة بين القيادة والشعب. يعني كان إيه أهمية لفت النظر للنقطة دي؟ الرئيس حتى هذه النقطة في إطار أنه الآخرون سواء في الداخل أو في الخارج، وتحدث طول الوقت عن التنظيم الذي حاول حكم مصر بطريقته الخاصة، إضافة أن القوى الأخرى التي تحاول طول الوقت أن تستنزف مصر أو يعني تعرقل مصر، أنهم حاولوا أن هذا السياق موجود من 2011، وفي كل مرة يفشل يحاولون إعادة النفاذ من جديد عبر وسيلة جديدة. مرة انت هم حاولوا عبر الإرهاب وفشل، والرئيس قال ان ده جزء من الماضي، ومرة تانية حاولوا عبر الرهان على تأليب دول عربية ضد مصر وفشلوا ايضا، وكثير جدا حصل. لكن اخر مرة الرئيس استعمل حتى التعبير الزمني في الشهور الثمانية الأخيرة، وانا اظن ده ممكن يبقى مقصود به الفترة من بعد شهر مارس الماضي او بعد الحرب الأوكرانية، بدء الحرب الأوكرانية الروسية، وما حدث الاقتصاد العالمي من تحديات صعبة جدا أثرت على العديد من دول العالم ومنها مصر. هذا التحدي فرض على مصر مشكلة اقتصادية كبيرة لا ينكرها أحد، والرئيس يتحدث عنها طول الوقت. هذه الأزمة أدت إلى ارتفاع في الأسعار وأشياء كثيرة وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وبالتالي حصلت مشاكل اقتصادية. هنا بدأ هذا الفريق أو الذين يحاولون يعني إحداث قلاقل يتحدثون استغلالا لهذه الأزمة واستعمل الرئيس تعبير هز الثقة بين الحكومة والحكومة والقيادة وبين الشعب. وطبعا بنشوف كل يوم ده في السوشيال ميديا إشاعات كثيرة بطرق مختلفة استغلالا للظروف الاقتصادية التي يمر بها المصريون ضمن شعوب كثيرة جدا. لكن هل ده مقصود؟ يعني بيحصل بطريقة ممنهجة بطريقة محددة، ولا هو بيحصل نتيجة لعدم الوعي مثلا وانتشار الأخبار المغلوطة؟ ده خليط وتراكم ومجموعة كبيرة من الأسباب. حينما تكون طبعا هناك اتفقنا في يعني في أزمة اقتصادية، الأزمة الاقتصادية لها أثار. بعض الذين لديهم وعي سيدرك أن هذه الأزمة العامل الأساسي فيه عامل خارجي بفعل أوكرانيا وتداعيات أوكرانيا والتضخم وأزمة الديون العالمية، ويشكو منها كثيرين. لكن الآخرين أيضا الفريق الذي يريد أن يستغل هذه الفرصة هو بالنسبة له سيحاول أن يصور الأمر باعتبارها أزمة داخلية سببها سياسات داخلية فقط. هذا الأمر قد يعني ينفع أو يؤثر في بعض الناس بفعل أنه وعيه ضعيف أو بفعل أن ظروفه صعبة، فبالتالي إمكانية التأثير فيه تكون كبيرة، سيسمع أي شيء. وهذا ما تفعله هذه الجماعات في كل مكان وزمان، أنت بتستغل ظرف ثم تقومين أيضا يعني الإشاعات المستمرة، وبعضها قد يكون شديد الكوميدية، لكن للأسف الشديد برضو مع
وعي قليل مع مناخ صعب وتحديات صعبة مع سوشيال ميديا متفوقة أحيانا بتؤثر في بعض الناس، وهنا بيبقى فيه واجب مهم جدا على الدولة وأجهزتها والنقابات والمجتمع المدني بكل أطيافه أن يتصدى طوال الوقت لمثل هذه الأشياء. النقطة بقى المهمة جدا واللي برضو عايز أعرف رأي حضرتك فيها أستاذ عماد هي الثناء على الشعب المصري. الرئيس دايما لا يفوت الحديث عن إلى جانب التحديات إلى جانب الصعوبات إلى جانب الأخطار، دوما يثني على تحمل الشعب المصري وقدرة الشعب المصري على الصمود، وأفتكر أنه في مرات سابقة وصف الشعب المصري بالبطل الحقيقي. وقع وصد هذه الرسالة منذ 3 نوفمبر 2016 وهو اليوم الذي تم فيه التحرير الأول والأكبر للجنيه أمام الدولار، والرئيس يتحدث عن أن الشعب المصري هو الذي تحمل المسؤولية الكبرى أو تحمل الجانب الأكبر والتضحية الكبرى، ودائم توجيه الشكر إلى الشعب المصري، وده شيء مهم لأنه بيوضح أنه فعلا هذا الشعب تحمل الكثير، وبالتالي وفي الفترة الأخيرة أيضا يتحمل الكثير بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن عوامل معظمها خارجي. وبالتالي ان انت بتقول للناس انتوا شكرا لكم لان انتم الذين دفعتم الثمن الاكبر في خصوصا الطبقه المتوسطه في مصر او الطبقه الفقيره، هم الذين يستحقون الشكر الاكبر لان هو التعويم خلى دخله يقل، الاسعار ارتفعت، التضخم خلى الاسعار ترتفع، فبالتالي في ثمن بيدفع، فالناس دي تحملته فالشكر لهم واجب. المعادله اللي طرحها النهارده او الفلسفه اللي طرحها النهارده فخامه الرئيس بمنتهى الشفافيه والوضوح، وانا لمست حتى تفاعل كبير من الجانب الاماراتي والناس اللي كانت حاضره مع هذه الشفافيه، انه لما يكون عندك تحديات كبيره ومشكلات كبيره وفي نفس الوقت عندك امكانيات محدوده او موارد محدوده، ايه الحل؟ الرئيس النهارده تحدث عن ودوما يتحدث عن النقطه دي الحقيقه، هي الحلول بالمبادرات، فلسفه الحلول المبتكره، الحلول بالافكار. قد ايه النهارده ده يعني استراتيجية من خارج الصندوق لحل مشكلات تعاني منها دول كثيرة تسعى للتنمية؟ بص حضرتك، دايما انت اي حد بيواجه مشكلة بيبقى قدامه مجموعة من التصورات والأفكار، الهدف الأساسي هو انك انت تحل المشكلة، تحليها بهذه الطريقة او تلك قد لا يفرق كثيرا، بس مهم جدا وانت بتدرسي هذه المشكلة بشوف والله هل الحلول الكلاسيكية تجدي ام لا. طب إذا ما احنا بنتكلم على حل مثلا مشكلة فيروس سي من عشرات السنين، الطريقة الكلاسيكية للأسف لم تجدي نفعا، القطاع الصحة كان بيواجه مشاكل، فكان الحل هي مبادرة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات والعمليات الجراحية المبكرة والإلغاء قوام الانتظار والتقزم، دي كلها نجحت بالمبادرات، لأن انت خدتي لو الحل الكلاسيكي هو ان انا بعتمد على الميزانيه المخصصه لوزاره الصحه، هذه ميزانيه ضعيفه فبالتالي مش هتكفي فلوس، طب ايه الحل؟ ان انت استقطعت فلوس من جهات تانية ووجهتيها لهذا القطاع وقضيتي بصوره يعني شبه كامله على هذا الفيروس اللعين فيروس سي، وده نجح في حاجات تانية كتيره زي ما انت عملتي الصوامع في القمح مثلا، زي ما عملت الطرق، زي ما عملت الكباري، ما هو دي لو انت الفكرة حتى الفكرة بتاعت مبادرة حياة كريمة، كل محافظة في مصر لديها ميزانية سنوية، الميزانية لا تكفي لتطوير ما هو مراد في مبادرة حياة كريمة، فأنت خدتي قلت والله أنا هعملها على 3 سنوات، في كل سنة هاخد الفلوس بتاعت المحافظات كلها وأوجهها لهذه المجموعة، وبالتالي هقدر أنجز والإنجاز هيبقى باين قدام الناس. فللأمانة غالبية المبادرات التي طبقت في السنوات الأخيرة نجحت بصورة كبيرة جدا وأثرها صار ملموسا للناس، سواء في الصحة، المبادرات العلاجية، في الطرق، في الكباري، في الصوامع، في مجالات كثيرة جدا فيها إنجاز حقيقي يعني. طيب خليني مع حضرتك نروح نستمع إلى هذا الجزء من حديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرجع نعلق على الرسائل اللي تضمنها، خصوصا وهو بيتكلم عن يعني الحلول بالمبادرات، لأن مصر طبقت هذا المنهج في عدد من الملفات على رأسها الملف الصحي والملف التعليمي. نسمع مع حضراتكم هذا الجزء ونرجع نكمل كلامنا مرة ثانية.
من كام يوم كده كنت موجود مع الولاد بتوع الأشبال بتوع الكورة، فولد منهم بيقول لي أنا حابب زي محمد صلاح. فقلت له تقدر تعمل مسار محمد صلاح تبقى زيه. إذن لو أنت عايز تعمل التطور والنمو والتقدم اللي عملته كوريا الجنوبية، اللي عملته سنغافورة، اللي عملته أي دولة أخرى، تقدر. بس السياق اللي اتعمل هو العمل والعمل والصبر والتضحية. أقول تاني؟ العمل 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 الصبر والتضحية كده. أنت مش هتحل الموضوع في مدة زمنية سنة واثنين وثلاثة لتحديات كبيرة زي اللي أنا بتكلم عليها. أنا عايز أقول لك، أنا عايز أعمل ربط كهربائي مع المملكة العربية السعودية، عايز أعمل ربط كهربائي مع دولة اليونان، عايز أعمل ربط كهربائي مع إيطاليا، عايز أعمل ربط كهربائي مع السودان وليبيا. طيب أنا مؤهل. لكن فخامة الرئيس، يعني هل ممكن يكون مثل هذا الربط مع أيضا الأردن؟ كان هناك حديث. نعم. قريب محتمل؟ لا، هو السؤال مش كده، والإجابة بتاعته حاجة تانية. أنا جاهز لده ولا لا؟ قبل كده ما كنتش إيه؟ ما كنتش جاهز. دلوقتي أنا جاهز. كل التوفيق. لا، أقصد كلمة أنا بقولها يا فيصل، أنا جاهز، أنا بقولها بكل تواضع، مش إن ما كانش ينفع أقول دي. ما أنت بتطلب مني كشعب، كمواطن، مطالب. بس أنا وأنا بحقق لك المطالب دي باخد مسار. ده المسار اللي أقصده. المسار ده أنت معايا كمواطن مستعد تتحمل تكلفته، تتحمل تبعاته، تتحمل ضغوطه ولا لأ؟ هي دي القضية والحكاية في البلاد اللي ظروفها الاقتصاديه مش قويه. وبالتالي السياق اللي انا بتكلم عليه، عشان كده قلت لك ايه، هل كان ممكن اجل موضوع الطاقه لمده 10 سنين وبعدين يجي تقول لي انت جاهز للاستقبال المستثمرين؟ اقول لك لا. مستثمرين؟ اقول لك لا. انت جاهز تعمل ربط كهربائي مع الدول الجوار؟ اقول لك لا. خلي بالك، الربط الكهربائي هو عباره عن ده التطور الكبير في الكهرباء في العالم. العالم كله عايز يبقى شبكه واحده عشان يبتدي يتبادل الطاقة طبقا لظروف كل بلد واحتياجاتها. طيب أنا هبقى جزء من المنظومة دي إزاي وأنا القطاع عندي متخلف جدا؟ مش متخلف بس إن في احتياجات مواطن عايز يعيش ويتبسط إن في نور، لا، أنت عايز دولة تقوم. الدولة مقتضياتها حاجة تانية. نرجع تاني للسياق. إذن السياق اللي أنا بتكلم فيه هو سياق كل دولة طبقا لظروفها مع فرضية نجاح السياق ده، ودي مسؤولية مين؟ نعم. حكمها. وهنا المسؤولية، وفي ظل هذه التحديات تتغير الأولويات. تحدثت فخامة الرئيس عن التعليم وأنه يحتاج أكثر من 250 مليار أيضا دولار. والصحة أيضا هناك تحدي كبير على مستوى الصحة. في ظل هذه التحديات، رؤية الحكومة للتعامل مع هذا التحدي، بالطبع هناك رؤية، هناك خطوات جادة لإيجاد الحل أو البدء في مواجهة التحديات، من أين يمكن البدء؟ شوف، أنا هقول لك، اللي ما تقدرش تعمله كله ما تسيبوش كله. فكان المسار هو دايما طرح أفكار تحل بها المسألة. نبدأ بجودة الصحة. أنت تعرف أن مصر كانت من الدول يعني لها حجم كبير من المصابين بفيروس سي، مش كده؟ المسار ده لو كان ماشي طبقا للمسار الطبيعي في معالجته، كنا لغاية دلوقتي وأنا بكلمك تفضل مصر من أوائل الدول اللي في العالم اللي عندها الفيروس سي. لكن بمضرب فكر اتعمل، قدرنا ان احنا نقول النهاردة، مش النهاردة بقى، من 3 سنين، ان مصر دولة خالية من الفيروس سي. حاجات اخرى كتير زي كده. فانت بقيت تستهدف بمبادرات يا فيصل، تستهدف التحديات اللي عندك، بدل ما تعمل سياق عام. يعني تقول ايه، ان انا اللي هعمل تأمين صحي كامل للدولة المصرية بتكلفته. طب احنا عاملين حسابنا على كده، احنا عاملين حسابنا ان احنا نعمل تأمين صحي كامل خلال 10 سنين. كانت الفكرة والخطة 15، قلنا هنضغط ونخليها 10. طب لغاية لما اعمل ده، لغاية لما اعمل التأمين الصحي الشامل للدولة المصرية كلها، المئة مليون او المئة، خلي بالك كمان 30 سنة على 2000 مثلا 50، انت بتتكلم في 50 مليون زيادة كمان. طلبت التعامل مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وقلت نرحب ويعني سنمنح ميزانية الدولة لمن يدير على سبيل المثال المستشفيات، يعني 50 مليون إذا كانت تخصصها الدولة لإدارة مستشفى
تقدم لرجال الأعمال. صحيح. وطلبت صحيح. أيضا من لديه أفكار أن يتقدم. ما الذي الكلام ده احنا عملناه؟ ده كلام كويس أو أنت بتطرحه دلوقتي أو نحطه. احنا الكلام ده طرحناه في المستشفيات وفي المدارس وفي التعليم، أن احنا نقول النهاردة ندخل القطاع الخاص يخش يشتغل بقدرته على الإدارة الجيدة، وإحنا كدولة نساهم معاه في تكلفة إحنا مستعدين ندفعها. صحيح. وهو يكمل بقية الموضوع، يعالج على مستوى القطاع المدني بفكرة القطاع الخاص والشريحة بتاعتي كدولة اللي أنا عايزها، يبقى هو ملتزم بيها ضمن بروتوكول العلاج. لكنك عتبت على رجال الأعمال بأن لم يبادروا بالتعاون مع الحكومة بالشكل الذي ترجوه على الأقل فخامة الرئيس. أنت مش كل اللي أنت بتطرحه الاستجابة بتاعتك بتتحقق في الوقت. المدى الزمني بتاع التجربة المصرية كلها حتى الآن كم سنة؟ أنت بتتكلم في 2011 كانت فوضى كاملة. صحيح. أنت بتتكلم في 11 و12 و13 الدولة كلها قايمة وفي فصيل عايز يهد الدنيا، وبعدين الشعب اتحرك عشان يغير، وبعدين دخلت في تحدي تاني ان ده كان كله بيتعمل وفي ارهاب بيستهدف الدولة المصرية. ارهاب يعني ايه يا فيصل؟ يعني تفجير مدارس، تفجير كنائس، تفجير جوامع، تفجير بنية تحتية، مقتل ناس في الشوارع. كان الناس في الوقت ده المصريين يقولوا ايه؟ ادونا الامان وما ناكلش، ادونا الامان خلونا نمشي في الشوارع بامان وسلام ومش عايزين ناكل. انت النهاردة يعني بتواضع شديد برضو يا فيصل. الارهاب ده بقى تاريخ، بقى ايه؟ تاريخ. تاريخ. فاللي انا اصلا اقوله ان انا ما كنتش اقدر غير امشي في السياق، مش التحديات المتوازية دي ما اقدرش غير ان اعمل لها اجابات، حلول، مقترحات متكاملة. احل دي واحل دي ازاي؟ وانا بعمل مشروع الكهرباء وبعمل مشروع المية وبعمل مشروع النقل. انا بشغل شركات قومية في مصر، شركات وطنية في مصر فيها 5 مليون انسان، يبقى بعالج بطالة كانت محتملة نتيجة عودة الناس اللي كانت موجودة في دولة زي ليبيا نتيجة حدق حالة اللي حصل يعني فيها، او دول اخرى ورجعوا مصر بالملايين بالملايين وليس بمئات الالوف. طب دول هيعيشوا ازاي؟ فتعملت مشاريع في مصر، بنية اساسية ومشاريع قومية تشغل 5 مليون ب5000 شركة في كل القطاعات في كل شيء. منها تنقل الدولة المصرية من حالة كانت موجودة فيها، حالة صعبة قوي، حالة صعبة قوي، إلى دولة. استمعنا مع حضراتكم لجزء من كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنهاردة الحقيقة الكلمة يعني تضمنت رسائل كثيرة وكانت تحمل الكثير من المكاشفة والكثير من الشفافية بخصوص الوضع في مصر، الوضع الداخلي والوضع الاقتصادي العالمي، وأيضا ما سماه الرئيس بالتجربة المصرية أو الحكاية المصرية. أستاذ عماد، لما بنتكلم عن تجارب دول أخرى كان لديها أيضا تحديات كبيرة وكان لديها صعوبات اقتصادية وضعف في الإمكانيات والموارد، لكنها استطاعت التغلب على هذه التحديات وقدرت يعني تحقق نماذج اقتصادية ناجحة. بيتبادر إلى الأذهان فورا سنغافورة وكوريا وغيرها من الدول. النهاردة فخامة الرئيس تحدث عن التجربة المصرية وإمكانية أنها تفضي إلى نتائج تشابه النتائج التي توصلت إليها سنغافورة وكوريا وهذه الدول اللي قدرت تعمل ما يشبه المعجزات الاقتصادية. قد إيه النهاردة بيدي أمل وبيدي يعني شعور أفضل بالمستقبل لما تبقى عارف أن العمل اللي بيتحقق النهاردة على أرض مصر مسيره يوصل نتيجة كبيرة ونتيجة إيجابية زي هذه الدول؟ بطبيعة الحال أنت محتاجة يعني الاستفادة من تجارب الناس، تجربة مهمة جدا، لأنه أنا فاكر كويس أنه لي كيوان يو في سنغافورة، وبمناسبة هذه التجربة السنغافورية كانت مسار إعجاب ومحاكاة في بعض الدول العربية ومنها الدول الخليجية. القصة وليس أظن أشار لده بسرعة، وهي أن أنت بتعمل حاجة تتناسب طول الوقت مع ظروفك. أنت ممكن تستلهمي تجربة عالمية أو إقليمية ناجحة، بس لازم تاخديها بالطريقة بتاعت الخصوصية، خصوصيتك انت، لانه في شعب عنده قيم. على سبيل المثال في ماليزيا
انت لما جيت تطور التعليم قلت للشعب والله احنا هنقعد فتره طويله جدا مش هنقدر ننفق على القطاعات الثانيه، فهل انتم ستتحملون هذا الامر؟ الناس وافقت وطورت التعليم في سنغافوره او في ماليزيا وهكذا في دول كتيره جدا. كل دوله عندها خصوصيه، بس انت بتاخدي ايه اللي اقدر انا اخده من هذه التجربه ومصره بالروح المصريه بحيث ان هو ينجح. فانت عندك افكار في العالم، افكار ناجحه، وفي افكار انت وانت بطريقتك برضو بيبقى بتعملي تجربه ناجحه تستلهم من قبل اخرين، كما حدث في بعض. انا سمعت قابلت رئيس الوزراء الاردن بشر خصاونة، وقابلت العديد من المسؤولين العراقيين بما فيهم رئيس الوزراء محمد شيع السوداني قريبا في بغداد، والاثنين اشادوا ضمن وفد صحفي مصر، الاثنين اشادوا بالتجربه المصريه في الخروج من الافكار التقليديه خصوصا العاصمه الاداريه او المبادرات، وبيفكروا يعملوا حاجه قريبه من ده في بلدانهم. قد لا يكون ده واضح بصوره كامله للعدد من المصريين لانه ممكن يبقى شايف الصوره بطريقه معينه، بس انت ممكن يبقى عندك حاجه ناجحه تنجح عندك وقد لا تنجح عند الاخرين. المهم انك انت تاخديها بالطريقه التي تتناسب مع ظروفك ومواردك واحتياجاتك وثقافتك وقيمك. انا بشكر حضرتك في ختام هذا اللقاء، شكرا جزيلا الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق وعضو مجلس الشيوخ، نورتنا واسعدتنا بهذا اللقاء على شاشه المحور. اشكر حضرتك. شكرا جزيلا. نتجاوز حدود الخلافات ونرسي صيغة تعاون لمستقبل جديد. أهلا وسهلا بحضرتك على شاشة قناة المحور الأستاذ محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، منورنا. أهلا وسهلا. الحقيقة النهاردة يعني الجلسة اللي تحدث فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان فيها الكثير من الرسائل، وكان لافت جدا حديث الرئيس أنه كان موجه إلى الشعوب. أبرز ما لفت نظر الأستاذ محمد الحمادي في هذه الكلمة وفي هذه الجلسة؟ نعم، في البداية أعتقد وجود الرئيس السيسي اليوم في القمة العاشرة للحكومات حضور مهم جدا، واليوم يعني بسبب الظروف اللي تمر فيها دول المنطقة والعالم كذلك هذا الحضور كان ضروري حقيقة. ربما الكلمة الأولى التي أثارت انتباهي في كلمة الرئيس السيسي أنه قال أن نحن ليس هنا فقط نكلم بعضنا البعض أو نتكلم مع الحكومات أو نتكلم مع الرؤساء أو مع المسؤولين، نحن نريد أن نتكلم مع الشعوب، نتكلم إلى الشعوب. وهذه رسالة كانت مهمة وجوهرية. اليوم ربما القيادات في دول المنطقة لديها الفهم والاستيعاب والمعرفة الكافية بالتحديات الكبيرة، المهم أن تصل الرسالة إلى الشعوب الناس في منطقتنا، التحديات التي تواجهها دول المنطقة سواء مصر أو دول الخليج أو دول المنطقة بأسرها، وبالتالي كيفية التعامل معها وكيفية استيعابها من الشعوب حتى نتفادى ما مررنا به خلال العقد الماضي، وحتى نتفادى أيضا يعني السقوط في فخ عدم الاستقرار. والنقطة دي أشار إليها الرئيس أيضا أكثر من مرة، أهمية النقطة دي من وجهة نظرك؟
بلا شك اليوم الإشارات التي أرسلها الرئيس السيسي خلال كلمته، وربما تكلم عن مصر أنها استطاعت أن تنجو مما كان يسمى بالربيع العربي، والدول الأخرى لا زالت حتى اليوم تعاني من تلك الآثار، كانت رسالة مهمة، حيث توصل للجميع بأننا اليوم في المنطقة يجب أن نحافظ على دولنا، وكما قال في كلمته إذا الدولة سقطت لن ينجو أحد ولن تقوم مرة ثانية. نعم، وستحتاج وقت طويل حقيقة، وهذه خسارة للشعوب للدول، وبالتالي اليوم التأكيد على استقرار الدول على استقرار المنطقة هذا كان مهم، ونعتقد رسالة الرئيس كانت واضحة جدا في هذا المجال. النهاردة خليني أبدأ مع حضرتك بحديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مليء بالرسائل، مليء بالمكاشفة، مليء بالتفاصيل. في الأول أبرز حاجة لفتت نظرك في حديث الرئيس، خصوصا أنه يعني في بداية الكلام وجه هذا الحديث للشعوب وليس القادة وليس الزعماء وليس المعنيين وأصحاب الخبرة. حقيقة يعني الرئيس السيسي اليوم في كلمته فاجأنا ببعض المعلومات، ببعض خلينا نقول المواقف المهمة جدا. ربما ما أثار انتباهي ما ذكر أنه التقى بالشيخ محمد بن زايد بعد أيام في شهر يوليو 2013، وكان لقاء مهم جدا حقيقة، وربما هذا يؤكد موقف دولة الإمارات المبدئي والأساسي من مصر. دولة الإمارات يعني دائما تنظر إلى استقرار مصر إلى كأنه هو استقرار لدولة الإمارات واستقرار للمنطقة. لذلك بعد التغيير الذي حدث في 30 يونيو وما تبعه، كانت دولة الإمارات يعني من أوائل الدول الواقفة والداعمة لاستقرار مصر. دولة الإمارات كانت تدرك في تلك اللحظة أن مصر بحاجة إلى أشقائها، وكانت حريصة بأن تكون أول الأشقاء الواصلين إلى مصر، وبالتالي ربما ما ذكره الرئيس السيسي من موقف الشيخ محمد ووصوله ولقاء به كان مهم جدا. اليوم هذه الرسالة حقيقة ربما تؤكد كذلك، نحن نتكلم اليوم في قمة الحكومات، كيف أن ضرورة أن الحكومات العربية تتعاون تتكاتف تتضامن في المواقف الصعبة. دولة الإمارات تدرك مسؤوليتها وبالتالي هي تقف في هذا، وبالتالي هناك دول كثيرة حقيقة تتحمل كذلك مسؤولياتها تقف مع بعضها البعض، وهذه الإشارة أشار إليها كذلك الرئيس السيسي في كلمته عندما قال يجب أن نقف كلنا مع بعض، يجب أن نقف مع الدول العربية كلها، الدول التي تحتاج إلى المساندة والوقوف والدعم، خصوصا الإشارة لسوريا واللي طبعا قلوبنا معاها يعني في الأحداث الأخيرة والزلزال، وتعزينا لأسر الضحايا وتمنياتنا يعني بأن سوريا تفضل آمنة ومستقرة ويعني ينتهي هذه الأزمة كلها، أزمة الزلزال على خير. هو أشار حقيقة ربما هذا ربما أشار إليه أنه هل يستطيع أن يقول هذا الأمر أو لا يقوله، لأن الحديث كان بالأمس مع الشيخ محمد بن زايد، وكانت كلمته أن نحن بحاجة أن ندعم سوريا لندعم سوريا، فرد عليه الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله أن نحن دعمنا وندعم وكل يوم ندعم، وفعلا يعني هناك جسر جوي بين دولة الإمارات وسوريا وتركيا كذلك في هذه الأزمة والكارثة الإنسانية الكبيرة. اليوم لا نستطيع أن نقف ونتفرج على ما يحدث اليوم، ربما هذا الزلزال واحد من أخطر الأزمات الطبيعية التي تمر بها دول المنطقة وسوريا الشقيقة بالتحديد وتركيا، لذلك التردد في هذا الأمر غير موجود، وكلمة يعني الرئيس السيسي للشيخ محمد وكأن هناك اتفاق وتوافق على ضرورة هذا الدعم مهما كانت الخلافات السياسية أو المواقف والأوضاع السياسية. لكن على ذكر الاتفاق والتوافق، الرئيس أشار لمسألة مهمة جدا وهو ما زخرت به مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام اللي فاتت، وحتى هو تحدث عن يعني بعض المقالات وبعض الأفكار، أهمية إزالة أي نوع من أنواع سوء الفهم، وأهمية التأكيد على أنه الإمارات ومصر بينهم ما هو أكبر بكثير من أي فكرة ومن أي بلبلة ومن أي إثارة للفوضى ومن أي كلام بيتقال على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا تأكيد وحرص من الرئيس السيسي على أن يضع النقاط على الحروف كما يقولون، هو قال لا تسمعوا للمغرضين، لا تتركوا المغرضين يتكلمون، لن نسمح لأحد
أن يفسد العلاقات بين الدول، وتكلم وأشار إلى الإعلام وأشار إلى من يتحدثون ويتكلمون، وبالتالي هذا الوعي مهم جدا، والتأكيد على هذا الأمر أنا أعتقد جاء من أعلى المستويات. اليوم دول المنطقة لا تتحمل خلافات أو صراعات أو إشكاليات، والإعلام مسؤول، الإعلامي يجب أن يتحمل مسؤوليته، وإن وجد أن هناك كارثة تأتي في الطريق يجب أن يوقفها، وأن لا يشعل النار نارا، وأن لا يزيد الكارثة مشكلة أكبر لتكون. لذلك أنا أعتقد هذا حرص مهم جدا، والقيادات في المنطقة حقيقة دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كذلك دائما حريص على أن التوافق يكون موجود، وأن لا يسمح لأحد بأن يعكر الصفو أو يصطاد في المياه العكرة. لكن هنا أستاذ محمد ده بيقودنا إلى مسألة مهمة جدا، أو بيفتح إشكالية مهمة جدا، وهي الحد الفاصل أو الشعرة الفاصلة بين مسؤولية الإعلام وحرية الرأي والتعبير. النهاردة في عالم منفتح، ما فيش في حدود، في تقدم تكنولوجي كبير جدا، في قوة لمواقع التواصل الاجتماعي. إزاي نقدر نضمن وجود هذه الشعرة، وإزاي نقدر يعني نضمن أن اللي بيتقال على مواقع التواصل الاجتماعي أو اللي بيتقال في مقالات الرأي أو اللي بيتقال ضمن إطار حرية التعبير هو كلام سليم، كلام لا يؤدي إلى أضرار كبيرة؟ يعني هنا النهاردة الآليات تتحقق إزاي، وما فيش أي وسيلة للتحكم في المضمون أو المحتوى؟ طبعا الإعلام اليوم أصبح مفتوح بشكل كبير وبكبير من أي وقت مضى، لذلك اليوم مسؤولية الإعلامي أصبحت أكبر. لم يعد هناك إمكانية للتحكم فيما يظهر في الإعلام. اليوم يمكن الإعلام يتعلم، يعرف كيف يتحمل المسؤولية وهو يكتب أو يتكلم أو يظهر على السوشيال ميديا. فبالتالي اليوم نحن نقول دائما، يعني إذا أردت أن تكون موجود في الإعلام أو في التواصل الاجتماعي يجب أن تعرف أن عليك مسؤولية. اليوم ربما الحساسية زادت بين الدول في تقبل النقد، في تقبل الهجوم، يعني ممكن شخص واحد من دولة واحدة ينتقد دولة أخرى وهو شخص فرد، يمكن تحسب هذه الانتقادات على الدولة، يمكن أن يرد جيش من الدولة الأخرى على هذا الشخص ويتم الرد مرة أخرى، وتخلق مشكلة بسبب فرد. بالتالي نحن نقول يجب أن نتحمل مسؤولياتنا، سواء كنا على الشاشات، سواء كنا في الصحف، سواء كنا في السوشيال ميديا، لأن الوضع اليوم لم يعد يحتمل مزيد من الاختلافات، ومسؤولية الإعلامي تزيد يوم بعد يوم وهو مسؤول. تقريب المسافات دوت والتواصل اللي بيحصل ده، إن كان على مستوى الحكومات أو الرؤساء أو على مستوى الشعوب نفسها النهاردة، يعني ده شيء مهم جدا بتقوم بيه، أو دور مهم جدا بتقوم بيه الإمارات خصوصا من خلال القمة العالمية للحكومات. رأي حضرتك في أهمية هذه القمة في تقريب المسافات وتوضيح الصور وأيضا استشراف المستقبل؟ طب أنا أستطيع أن أقول أن هذه واحدة من أهم الفعاليات في دولة الإمارات. يعني أنا حضرت هذه القمة منذ الدورة الأولى، وأغلب الجلسات التي كانت في تلك الدورات المتتالية. والأمر المهم حقيقة وما يميز قمة الحكومات أن استشراف المستقبل يكون هنا. كثير من الجلسات اللي موجودة في هذه القمة تتكلم عن المستقبل، تتكلم عن التحديات المقبلة، تتكلم عن كيف يمكن للحكومات أن تتفاعل وتتعامل وتواجه التحديات المستقبلية. لذلك وجود هذه القمة أنا أعتقد مهم جدا. محظوظ من يكون موجود في هذه القمة ويستمع إلى جلساته، وربما كلمة مديرة صندوق النقد الدولي اليوم مهمة جدا في إشارتها إلى تجربة دولة الإمارات وإشادتها بالتجربة، وتأكيدها أن نجاح دولة الإمارات لم يبنى فقط على النفط، وأنه بني على التنوع الاقتصادي، على الاعتماد على الموارد البشرية، على التعاون الدولي، وهذا مهم جدا، وهذا لم يأتي إلا من خلال وجود مثل هذه المنصة العالمية الكبيرة وهي قمة الحكومات. طب خليني أمر مع حضرتك على الجلسة الافتتاحية النهاردة، واللي كان فيها ما يشبه التشخيص الدقيق للتحديات اللي هتعاني منها، اللي هتعاني مش بس بتعاني منها دلوقتي، لا يعني بصيغة المستقبل، التحديات اللي هتعاني منها المنطقة والعالم في السنوات والعقود القادمة. تم الحديث عن يعني التغير المناخي، تم الحديث عن
التعداد السكاني، إشكاليات الذكاء الاصطناعي حتى. من وجهة نظر الأستاذ محمد الحمادي، ما هو التحدي الأكبر اللي بتعاني منه أو سوف تعاني منه المنطقة العربية في السنوات والعقود القادمة؟ أنا أعتقد التحدي المناخي التحدي كبير جداً، ونحن نعيشه حالياً، أصبحنا نعيشه يوم بيوم، بالإضافة إلى التعامل مع التكنولوجيا. التكنولوجيا تتطور بشكل سريع بشكل كبير، وربما في الإمارات هناك تطور تكنولوجي إلى حد ما، لكن دول عربية أخرى ما زالت متأخرة في هذا الأمر. لذلك من المهم حقيقة أن نحن ننظر إلى التغيرات المناخية والتحديات المناخية التي سوف يعاني منها العالم بأسره، في نفس الوقت أن نركز على جزئية التطور التكنولوجي الذي يمكن أن يخفف كثير من التحديات والأزمات التي يمكن أن تمر بها المنطقة في المستقبل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا في نهاية اللقاء الأستاذ محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، شكرا ليك وأسعدتنا بهذا اللقاء على شاشة المحور. باتت القمة العالمية للحكومات منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من رؤساء الدول وقادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار وقادة الفكر والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم بهدف مشاركة الرؤى والأفكار والمقترحات وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الملهمة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتصميم التوجهات الجديدة ومستقبل الحكومات بما يسهم في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وشهدت دورات القمة الماضية مجموعة كبيرة من الأفكار والمبادرات والتجارب الملهمة التي أسهمت في فهم المستقبل على نحو أعمق، وبالتالي تعزيز جاهزية الدول عبر التركيز على تسخير التكنولوجيا للتغلب على التحديات التي تواجه البشرية حالياً ومستقبلاً. ووقعت الحكومات العديد من اتفاقيات التعاون مع المؤسسات والجهات الخاصة المشاركة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مشاركة منظمات دولية وإقليمية من ضمنها الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وغيرها. كما أطلقت القمة عشرات التقارير بالتعاون مع كبرى المؤسسات والشركات الاستشارية والمراكز البحثية العالمية بهدف تعريف حكومات العالم بأحدث التحولات والتحديات الحالية والمقبلة واستشراف مستقبل مختلف القطاعات الحيوية وتحديد أهم الأولويات والاستراتيجيات التي يجب التركيز عليها لتصميم مستقبل أفضل للعالم.